سخر سير مجدي يعقوب جراح القلب الشهير علمه وفكرة لخدمة أبناء وطنه دون مقابل وبالمجان، لينال راسم البسمة على وجوه البسطاء إعجاب وحب وتقدير العالم. ولد مجدي يعقوب بمحافظة الشرقية في نوفمبر عام 1935، درس الطب في جامعة القاهرة وتخصص في جراحة القلب. واصل دراسته في شيكاغو ثم انتقل إلى بريطانيا عام 1962 ليعمل في مستشفى الصدر بلندن، وسرعان ما أصبح أخصائي جراحات القلب والرئتين في مستشفى هارفيلد. في عام 1980 بدأ مالك القلوب برنامج الزراعة في المستشفى، وقام هو وفريقه بتنفيذ 1000 عملية. وفي عام 1983 أجرى عملية زرع دخل بسببها موسوعة جينيس. كأطول مدة يعيشها شخص بقلب منقول، وذلك لمدة 33 عاما. عين يعقوب أستاذا في المعهد الوطني للقلب والرئة عام 1986، وشارك في تطوير تقنيات زرع القلب والقلب والرئة، وأسس سلسلة الأمل في المملكة المتحدة عام 1995 بهدف مساعدة الأطفال الذين يعانون من أمراض قلبية خطيرة. أجرى سير مجدي يعقوب آلاف العمليات الجراحية القلبية للكبار والأطفال، بالإضافة إلى جراحات استبدال القلب والرئة التي تطورت على يده منذ بدئها. ويعتبر يعقوب من الأطباء الذين أجروا أكبر عدد من الجراحات بالعالم. ولحبه الشديد لوطنه مصر أنشأ مركز مجدي يعقوب بمدينة أسوان، وافتتحه عام 2009 ليعالج البسطاء بالمجان. ويعتبر المركز من أعظم الصروح الطبية لعلاج أمراض القلب. أجرى مجدي يعقوب نحو 25,000 عملية خلال مشواره الطبي، منها 2,500 عملية زراعة قلب خلال ربع قرن، وقدم حوالي 400 بحث في جراحة القلب والصدر. ونجح سير يعقوب في تطوير صمام للقلب باستخدام الخلايا الجذعية، كما نال العديد من الألقاب والأوسمة العالمية، وكان له الفضل في رفع اسم مصر عاليا في جميع المحافل الدولية، فحصل على جائزة فخر بريطانيا عام 2007. وفي عام 2011 حصل على وسام قلادة النيل العظمى، ونال وسام الاستحقاق البريطاني لعام 2014 من ملكة بريطانيا. وأخيرا كرمه الشيخ محمد بن راشد بالإمارات في حفل كبير، تم منحه لقب صانع الأمل، وفتح حملة تبرعات لبناء مستشفى مجدي يعقوب في مصر. وخلال الحفل فقط جمع تبرعات بقيمة 360 مليون جنيه. شاركنا، ماذا تقول لسير مجدي يعقوب جراح القلوب؟